صافي الوالد، صافي العزيز ديالي، ما وقع بس الغلط كيوقع الوالد ونصحو كلشي. داني يا رزقي ودا خوتو رزقهم، انا ما نسمحش لي يا اخي يا ما نسمحش لي. قلت لي محمد الله يرضي عليه، قلت له اول مش خوتو علاش الشياطين هاد الحاكم يقولوا لي وما يقولوا لي قول 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 هز قول هز قول هز قول. دابا كنت شفت فينا العقد مزور؟ نعم اكتشفت ديك المبلغ اللي في العقد مزور. هو استغل هاد البراءه ديال الاب ديالي و باش ينتقم من الاخ ديالي. واش هذا ولدك؟ حاشا، واش قول ولدي هذا؟ هذا يهودي، شغل حتى اليهود ما يديروش. الاب ديالي هو وحدايا كيقول لك هاد الشيء هذا كامل ما كناش منه. السلام عليكم اسيدي. هذا كان واحد النهار كنت انا في طنجة وعقشر راسي، كنت مع ما واعش راسي ومرت ودائما مريض، دائما السخانه دائما سمهره. يوقع يقول لي يا قول قول، قول يا ولدي الله يهديك. لا غا قولوا كما تخافيش، ما نخاف، ما نخافش، نخاف الله، نخاف تمشي واحد. ولا قدر الله هو هذا كتاب هذا الشيء هذا والحمد لله. دابا ولادي انا بريهم ساكن. شنو كنت قلتي؟ قلت لي محمد الله يرضي عليه، قلت له اول مش خوتو. علاش؟ ها؟ علاش كنت قلتي؟ والشياطين، الشياطين هاد الحاكم يقولوا لي وما يقولوا لي قول 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 هز قول هز قول هز قول هز قول. ايوا لا قدر الله هو هذا يا حبيبي. لا مرضي مسقير، الله يرضي عليه، الله يرضي عليه. هو صاحبي راه معيش العائله، معيش العائله، عائله معيشها، عائله معيشها، والله يرضي عليه، الله يرضي عليه. كتاب هادشي هذا وزيغوني سراح، سراح زيغوني، سراح زيغوني، وما كنتش بحال الاردني احمق كيضحكوا عليا هادو ادمي هادو شحشوا عليهم. هذا شي شي كاينش مسلمين يدخل واحد الشيطان هذا فاتنو با مع ولدو ويقول هاد تقولي وفين تقولي باك تقولي باك شو تقولي باك تقولي باك تقولي باك. راه صاحبي راه الله يدينا في الدوسر، ما بقى خير تمشي حاجه. هذا هو الله هو هذا. السلام عليكم، انا الابن ديال هاد السيد هذا. وقع لنا واحد المشكل مع واحد السيد من العائله، وقع له المشكل مع خيه الكبير واستغل نقطة ضعف ديال الأخ ديالي باستغلال الأب ديالو باش يكذب عليه ويقول شي هضره ما كيناش. أنا هذا با وهذاك خاي، زعما هادشي هذا حتى حنا هذاك الشيء، هذاك الفيديو اللي شفناه راه تصدمنا ما نكذبش عليك. أنا ما قلتش زعما بأن الأب ديالي غيقول هادشي هذا على ولده، ورا هذاك الإبن ديالو اللي هضر عليه الأب ديالي راه هو اللي خدام علينا حنايا تبارك الله. حنا بينا 11 الخوت، هادو من ام وحده، من زوجه وحده، وتبارك الله باقي عندنا ثلاثه الخوت اخرين خدام علينا كاملين بينا، وخدام على الوالده وعلى خوتي وتبارك الله عليه الله يعاونو، وخدام حتى على الاب ديالو هو اللي عطيه السكنه في ازيلا وعامل له شهريه ديال 500 فرنك ونزيدو ان شاء الله. والاب ديالنا حنا عندنا عزيز وغالي علينا، هو استغل هاد البراءه ديال الاب ديالي باش ينتقم من الاخ ديالي. هو عنده الاشكال مع الاخ ديالي الكبير، الاخ الكبير عنده بيناتهم عداوه، بيناتهم شي صراعات ديال التجاره، وقال وقالت لك صافي التجاره. هو استغل نقطه الاب ديالي والكبر ديالو باش يعمل ما بغى. الوالد ديالي ميجا قال له غادي تمشي معنا عمي نوصيك باش غادي نعملوا واحد الحوار هيدا، حتى تصدمنا بهذاك الشيء اللي شفناه. والاب ديالي ها هو دابا انا حدايا كيقول لك هذاك الشيء ما كيناش منه، ما منوش هذاك الشيء. انا كيقول لك هو ما كانش في الوعي ديالو، ما عرفوش واش كان جلسوا في شي قهوه وعمل له شي حاجه باش الاب ديالي يعمل، ما احنا ما فهمناش. صافي الوالد، صافي العزيز ديالي، ما وقع بس الغلط كيوقع الوالد ونصحو كلشي. ما تشررش يا زعما سيد قال لي يلا داني شي اوتي دخلني شي اربعه الناس ولا خمسه الناس كانوا تما كيهضروا، ما فهمتش انا هادشي، ما عرفتش هادشي، ما عرفتش هادشي داير كي داير هادشي. الاب ديالي هو وحدايا كيقول لك هادشي هذا كامل ما كناش منه، والحمد لله كلشي على خير وبخير، وها هو دابا ولده معاه، وكي كنقولوا ها هو ولده معاه وحنا ولادو معاه، والله يخلي لنا الوالد ويخلي لنا خاي. وهادشي اللي كان كيقال لك هو راه خدام على عائلات، ماشي على عائله، على عائلات، والله يعاونو الله يسهل عليه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.
ليصلكم كل جديد.